السلام ويستقبلوا المسلمون شهر رمضان المبارك، وهنا اليمنيون يئنون تحت وطأة ضنك العيش وعبء الظروف، والبعض منهم لا يوجد قوت يومه، ومع ذلك إلا أنه ما تزال الجرعات تتوالى عليهم في كل مجالات الحياة، وجشع التجار وارتفاع سعر الزاد، وأضحى الأمل الواحد منهم يستقبل رمضان وهو مستور الحال ميسور المال ولو بالحد الأدنى. كيف تستقبل رمضان مع ظل الظروف الصعبة؟ والله استقبل رمضان زي كل عام، يعني الظروف الصعبة مشيها. صف لي هذه الظروف الصعبة. والله معناها شديدة جدا في ظل غلاء الأسعار والمواد النفطية، في غلاء البترول والارتفاع، وأيضا في ظل هذه الأعمال لا توجد أي أعمال ضعيفة في البلاد، والعملة منهارة، صعب على المواطن أن يشتري مواد غذائية. في ظل هذه الظروف والغلاء المعيشي، كيف بالإمكان أن توفر رقمة عيش؟ طبعا بتوفرها بالعمل، تحاول تبحث عن عمل بأي طريقة. فعندك مثلا أنا في الصباح موظف حكومي متعاقد، ولكن هذا الراتب لا ما يكفي، فلازم نضطر نشتغل فترة مسائية لين الساعة 12 في الليل على الكافتيريا هذا، ومعاناة شديدة جدا يعني لا توصف. من بإمكانه أن ينتشلكم من هذا الوضع الصعب؟ طبعا بإمكاني أنا لو صرت محافظ بنتشلهم، ولكن اللي بنتشلهم التجار والمحافظ والهبة اللي سووها قبل فترة. هذه الهبة يعني نزلت الأسعار ونزلت، ولكن ما احنا دارين كيف الوضع رجع من ثاني جديد. يعني ارتحنا صراحة جدا، والناس كلهم سعداء بشكل يعني كبير جدا، ولكن ونزل الصرف والأسعار انخفضت والبترول وكل شيء والديزل، ولكن هذه لحظات يعني بسيطة، يعني زيها زي فرح الطفل صغير يفرح ولكن بعدين ينسى هذا الشيء، رجعت مثل زمان وأكثر عاد المعاناة. رسالة من القلب توجهها في ظل هذه المعاناة. طبعا نوجهها رسالة للمحافظ وللقادة السياسيين وأيضا للتجار وكل مقادمة وعقال والناس الواعيين، قدم رسالة لهم بأن يشوفون الشعب ولا ينظرون لأنفسهم، إذا كانوا ناس فوق مرتفعين وإمكانياتهم زينة ينظرون للشعب التعبان اللي ما يحصل لقمة يومه، واللي يفرح لما يحصل لقمة يومه، وبعض الناس يعني مسترين في أحوالهم ساكتين جلوس، وبعضهم يتامى، وبعض ينظرون لهذا الشيء يعني من باب الإنسانية، إذا كان في ذرة إنسانية في قلوبهم ينظرون لهذا الشيء من عندهم هذولا، وإن شاء الله تكون حلول تجي إن شاء الله. ولكن نحن ما ننظر للقيادة السياسية والوزارة، لكن ننظر كمحافظة، نحن كمحافظة فيها خيرات كثيرة جدا لا توصف، وهذا الشيء يتكلموا فيه ناس كثيرين وتكلموا فيه ذا، ولكن إن شاء الله يكونون قد المسؤولية اللي هم حملها. دكتورة دعاء، كيف بالإمكان استقبال رمضان في هذه الأوضاع الصعبة؟ طبعا ظروف سيئة جدا 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 بالنسبة لنا في حضرموت، وليس في حضرموت، في كل المحافظات المحررة الظروف صعبة جدا. صراحة أول مرة في حياتي أرى أن في شعب حضرموت، حضرموت الثروة كلها، حضرموت التي ترفد الدولة بنصف الخزينة أنا أسميها، يعيش أهلها بهذا الوضع. صراحة أول مرة أرى نساء يأكلن من المخلفات في القمامة، وهذا صراحة أثر حفيظتي في هذه اللحظات. أول مرة أرى أن أطفال حضارم يشحتون، هذا أول مرة في التاريخ،
سيلعن الحكومة التاريخ إلى يوم القيامة، سيلعن الحكومة الله. نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة التي تسكن الفنادق ولا تدري بشعبها ماذا يعمل. إلى متى سنظل نحن هكذا؟ إلى متى سيظل الشعب ساكت؟ صدقوني في يوم من الأيام سيثور الشعب ثورة عارمة، ستسقط هذه الحكومة الفاسدة بإذن الله تعالى. من بإمكانه أن ينتشلكم من هذا الوضع صار؟ من بإمكانه ينتشلنا بهذا الوضع؟ ما بنتشنح للحكومة، ولهذا نحن نعيش في دوامة لا ندري إلى أين ستصلنا بها هذه الدوامة. صراحة عيشة ضنكاء، عيشة صعبة يعيشها المواطن الحضرمي وغير الحضرمي في المناطق المحررة كلها صراحة. كيف بالإمكان توفير لقمة العيش في ظل هذه الأسعار الباهظة؟ أي لقمة عيش يا عمر تتحدث عنها؟ أي لقمة عيش؟ في ناس استطاعت أن توفر، في ناس يعني تخيل أن من كثر الفائض عندهم من المبالغ يعني يشتروا الحاجات أكثر من اللازم ويرموها في القمائم بدل ما أن تنزل للفقراء والمساكين. بجد يحاول الإنسان بقدر الإمكان. أنا الآن متعاقدة في جامعة حضرموت، لي 12 سنة متعاقدة في جامعة حضرموت. راتبي كم؟ راتبي لا يزيد على 140,000. بالله عليكم هذا راتب؟ ايش يسوي الراتب؟ عندي عيال، عندي زوج، رمضان على الابواب، ايش بيسوي 140؟ لو حتى راتبي 500,000 صدقوني ما بتكفي في هذا الوضع السيء. البترول ب 26، اول مره في التاريخ يكون البترول ب 26,000. الدبه ايش الانسان بيروح بياكل ولا بيشتري بترول ولا بيشتري ايش؟ لا ندري إلى أين ستصل بنا هذه الحكومة، إلى أين ستصل بنا؟ الله أعلم. وأنا أقول إن إلى الهاوية، إلى الهاوية، هاوية سيضع فيها، سيضعون فيها الشعب هذه الهاوية، صدقوني. لن هناك تغيير يتم قريبا إن شاء الله. رسالة توجهينها من القلب. رسالة وجهها من القلب لمن؟ للشعب. أقول لهم أصبروا وصابروا، إن الله دائما مع الصابرين. أما الحكومة أقول لها حسبي الله ونعم الوكيل، فعفى عنها الزمن. يجب عليها أن تستقيل، تستحي شوية. أبنائهم وين؟ في السعودية، في تركيا، في كل مكان. أين أبناء الحكومة كلها؟ إذا جبنا الحكومة كلها أين أبنائهم؟ والله أتحدى أن يكون ابن واحد مسؤول داخل، سواء كان في الجنوب أو الشمال. أتحدى أي مسؤول ابنه أو بنته داخل أو أولاده داخل اليمن بشكل عام. أتحدى كلهم خارج اليمن. الشعب هنا هو اللي يعاني، في ناس والله تعاني. ارحموا الناس يا حكومة الفسدة، أنا أسميه هذا حكومة فاسدة. ارحموا الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن للأسف الشديد نحن سنظل هكذا، لم يتحرك الشعب، سيتحرك بإذن الله قريبا. أن ترى حال الشعب بهذا الألم والوجع ولا تستطيع أن تحرك ساكنا، فهو شعور مليء بالحسرة. وأنت تتساءل، هل كنا يوما عونا لكل من أوصل البلد إلى هذا النفق المظلم؟ وهل ساعدناهم على تفشي جشعهم يجعلك في صراع دائم مع سريرتك؟ لطفي، كيف تصف معاناتك في ظل استكبار رمضان؟ والله معاناة ما سبقناها من قبل، معاناة فظيعة جدا جدا. استقبلنا رمضان بجرعة قاتلة في سعر المشتقات النفطية، وفي جرعة قاتلة أخرى للمواطن الذي هو يعني يرى بصيص الأمل، كان بجرعة أخرى هي ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية. فاستقبال رمضان لهذه السنة يعني ما في حد مسرور منه أبدا، الجميع مستاء جدا في ظل هذه الأوضاع التي متوقعين كنا من السلطة المحلية ومن هو مسؤول عن المواطن في هذه المدينة الطيبة، هذه المدينة التي هي يعني تمشي زي ما وصفوها العرب والأجانب إنها تمشي تحت بحيرة من النفط. فمعاناة صراحة لا أقدر أوصفها، فظيعة جدا فظيعة. الصغير والكبير والعجوز والشاب جميعهم مستائين جدا من هذا الوضع اللي احنا فيه. من بإمكان أن ينتشلكم من هذا الوضع المأساوي؟
الذي سبب في الوضع هذا هو الذي يعني يقدر ينتشر نحن، هم متسببين في هذا الشيء، السلطة المحلية ومن قفاها ومن هو يرى نفسه أنه هو متزعم ومتسلط علينا، فهو هو المسؤول وهو متسبب في هذه الأزمة، وهو الذي يقدر أن ينتشر لنا وينتشر جميع المواطنين من هذا الشيء. في ظل ارتفاع الأسعار كيف بإمكانك أن توفر لقمة العيش؟ والله العظيم الرزاق هو الله، الرزاق قبل كل حاجة هو الله، يرزقك في أي مكان. ثاني شيء يعني صراحة ما أقدر أقول لك كيف يعني صور الناس أصبحت الآن لا تستطيع يعني وصلت معاناتهم إنهم يأكلون وجبة واحدة فقط. أعرف ناس شخصيا يأكلوا وجبة واحدة روتي وشاهي فقط، يا ريت عدا معنا يعني أو وجبة كده شوية محسنة وترجع على قولنا بالكلمة الحضرمية ترجعك وتشبعك وتشفيك. روتي وشاهي، روتي الشاهي، الروتي لمن ما يعرف الروتي رغيف الخبز وشاهي أحمر بس يغوز به ويأكله، غير هذا الشيء ما يلاقي بعد المواطنين. والله العظيم وصلوا للحضيض لهذه الدرجة، وصلت بالمواطن يعني من السلطة تسببت في هذا الشيء، وصلته لهذا الشيء. يعني خلوا الناس طوابير في كل شيء مكان، خلوا الناس زي الشحاتين في كل مكان، بس ناس عزيزين نفس والله العظيم مستورين داخل ديارهم، مستورين يأكلوا روتي وشاي زي ما وصفت لك. رسالة توجهها من القلب إلى من يهمه الأب؟ رسالة موجهها أولا للسلطة المحلية ولكل من هو يرى نفسه مسؤول عن هذا المواطن، أن يتقي الله في نفسه، يتقي الله في نفسه. هناك حساب، هناك حفرة اسمها القبر بيدخل فيها دود، بيدخله من تحت بينزل من فوق راسه، بيغلق ذاك كل اللي كان لفه وسواه. يعني يتقي الله في نفسه، أي مسؤول يتقي الله في نفسه. ورسالة أخرى أوجهها للمواطنين، يعني أن يحتسبوا ويصبروا وأجرهم على الله، فإحنا شعب موصوف عنا العزة والكرامة والصبر، ولا نلجأ لأساليب أخرى دنيئة أو بسبب الفقر وبسبب الجوع، نصبر ونعصب على بطوننا وحسبنا الله ونعم الوكيل، فمن هو متسبب فينا في هذا الشيء. زكريا، كيف تصف معاناتك في ظل هذه الظروف الصعبة مع استقبال رمضان؟ والله معاناة الناس بشكل عام بشكل فظيع، الناس يعانوا من تتأثر الناس جميعا بتدني سعر العملة والأزمة المحروقات الحالية وارتفاع الأجرة التنقلات ما بين المناطق، هذا كله يؤثر سلبا على معيشة الناس بشكل عام. نأمل من السلطة المحلية ومن رئاسة دولة رئيس الوزراء النظر إلى حال الناس وإيجاد الحلول المناسبة، ولا سيما دعم العملة الوطنية اللي أهم حل من الحلول لمعالجة هذه القضايا، لأنه سوف يلمسه كل مواطن صغير أو كبير سواء كان غني أو فقير، يصل أثره إلى جميع الناس. في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية كيف بإمكانك أن توفر لقمة العيش؟ والله لقمة العيش حاليا يأمل يلجأ الناس إلى المنتجات مثلا التقشف واللجوء إلى المنتجات الأقل سعرا. من بإمكانه أن ينتشلكم من هذا الوضع المأساوي؟ والله من بيده زمام القرار، يعني التحالف أولا بصفة الداعم للحكومة، وبرضو نص الكلام للحكومة ممثلة برئيس الوزراء والجهة المالية اللي هي البنك المركزي اليمني، إيجاد أول حل هو استقرار سعر الصرف وتخفيض سعر الصرف، وإيجاد حل المحروقات، توفير المحروقات بأسعار مناسبة. طبعا العمل على الحد من تأثير الأزمة العالمية على توريد السلع واستمراره مثلا بالسعر المنخفض، حتى لا يتأثر المواطن بسبب الارتفاع الحاصل عالميا مثل الدقيق، الزيت، الرز، السكر، البترول، هذا كله ارتفع بسبب ارتفاعات عالمية. يعني على إيجاد حلول على من أجل أنه يحدوا من تأثيره على المواطن. رسالة من القلب توجهها في ظل هذه المعاناة؟
رسالة لمن نوجهها لنا للشعب عامة ولا للمسؤولين حقنا؟ وجهها للشعب ثم للمسؤولين. والله نوجهها للشعب أن يلتجوا إلى الله، فهو المغيث الأول والأخير والمعين في كل شيء. والرسالة الثانية اللي نوجهها إلى المسؤولين وإلى دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، النظر إلى أحوال الناس. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هم بالمقام الأول والواجب الأول اهتمامهم بالجانب الاقتصادية أولا ثم العسكرية. الدكتور معين عبد الملك أول ما طلع لرئاسة الوزراء قال أنه سوف يهتم اهتمام كبير بالملف الاقتصادي، لكن لم نلمس أي اهتمام من هذا المجال. فنتمنى لهم أن ينظروا إلى أحوال الناس وإلى التقرب من أحوال الناس. هم بالخارج يعني مش عارف ظروف الناس اللي يمروا به، لكن طالبهم بالعودة إلى أرض الوطن ومعاشة الناس والعيش بظروف الناس عشان يجدوا حلول للأضرار اللي الناس الظروف اللي ماشيين عليها الناس. كيف تصف معاناتك مع استقبال رمضان؟ والله يا أخي الأمور زي ما تشوف صعبة، غلا وأمور ما هي تمام، ونسأل الله الفرج من عنده. ما هي المعاناة التي تعيشها قبل استقبال رمضان؟ غلا يا أخي، بترول غالي، مواد غذائية غالية، جميع الأشياء يعني عبء كبير على المواطن المسكين. ولكن أنا إيش نسوي؟ يقول نسأل الله الفرج من عنده، أنه هو اللي يفرجها. وهم جميعهم مسؤولين محافظة حضرموت، محاسبين بكل كبيرة وصغيرة أمام الله، أن يراقبون الله في وظائفهم في أعمالهم في كسبه، ويراعون مصالح المواطن الحضرمي قبل كل اعتبار. ما يتركوا كذا الأمور يعني سايبة على حساب من هم يراقبون المسؤولين كل شيء، مراعاة أسعار، مراعاة ظروف الناس. يعني ما هو معقول يعني أنه الناس بعض الناس ممسوح ببلاط ما يأكل ولا يشرب، إيش يعني يبغوا يموت؟ ما هو صحيح هذا الكلام، لازم من حل. أشد سكان العالم فقراً يعانون أيضاً من ارتفاع الأسعار الجنوني، وخصوصاً مع مواسم الذروة. ولسان حالهم يقول أخبر التجار أن في رمضان ترفع الطاعات وليس أسعار الغذاء. كل بذرة عطاء عندما تعتني بها تنمو وتزهر. وهنا رسالة لمن من الله عليهم بالخير أن ينظروا إلى حال هؤلاء المتعففين ويساعدوهم بما تجود به أنفسهم لسد حاجتهم وإسعادهم في هذا الشهر الفضيل. وكذلك القصد في البيع من قبل التجار، لعل الله يبارك في أموالهم وفي رزقهم، وبإذن الله هناك فرج قريب، وما بعد العسر إلا يسرا ولطف. إلى اللقاء.